اترعبت وخست إن قلبها كان هيقف، وتعرضت لمشاهد صعبة محدش يتوقعها. الفنانة هبة مجدي بتكشف مفاجأة عن كواليس مسلسل المداح واللي حصل معاها في كواليس التصوير، مش هتصدق اللي قالته. مسلسل المداح عامل حالة غريبة بين الجمهور لدرجة إن في بعض الناس بتخاف تتفرج عليه، لكن ما بالك بقى بمشاهد التصوير اللي كانت مفاجأة كبيرة لأبطال العمل، واللي كشفت عنها الفنانة هبة مجدي واتكلمت عن كواليس اللي حصل معاها. هبة مجدي قالت في تصريحاتها إن الجزء الرابع من مسلسل المداح به الكثير من المشاهد الصعبة، ولكن ما أتذكره حالياً المشاهد التي تم تصويرها داخل القبر ليلاً. كمان هبة اتكلمت عن صورتها اللي ظهرت ضمن الحلقات الأولى وعليها حروف وعلامات، وقالت هبة: في الوقت ده أول ما شفت الصورة أصبت بفزع كبير بسببها، واتكلمت مع المخرج أحمد سمير فرج اللي طمني وأكد لي إن مفيش حرف مكتوب على الصورة ممكن يتسبب لي في أي أذى. الساعات اللي فاتت كان في تصريحات مثيرة كمان للنجم حمادة هلال اللي كشف مفاجأة عن مسلسل المداح، وقال: مسلسل المداح الممتد لأربعة مواسم متتالية آخرها الموسم الحالي يشبه قصص ألف ليلة وليلة، وهو ما شجعه على تقديم أكثر من جزء في العمل. مش بس كده، لكن كمان قال حمادة هلال: لما تعرض الجزء الأول من المداح الناس حبت الفكرة، وهو مشابه لقصص ألف ليلة وليلة فإنه أساطير لكن واقعية. والمثير كان في تصريحات حمادة هلال عن الأغنية الخاصة بالمسلسل واللي البعض قال عليها إنها تعويذة، وقال حمادة في تصريحاته: في ناس طلعت إشاعات إنها تعويذات للجن، لكن الكلام ده غير صحيح. هي أغنية كتبها محرز ولحنها كريم عبد الوهاب صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، ونجاحها الكبير مع الناس مفاجأة كبيرة لينا. كمان كشف حمادة هلال عن مفاجأة وقال: المداح بيحمل رسالة، بنعمل حاجة فيها رسالة مهمة للناس إنها تبعد عن الدجل والأشخاص المؤذية من خلال حدوتة واقعية ومسلية فيها أحداث كتير. وكنا بنتابع قصة معينة في الأجزاء السابقة، لكن الحكاية كانت جذابة للغاية، لذا قررنا تقديم أشياء جديدة في الجزء الجديد. كل أسبوع بيتم تقديم شخصية جديدة مثل دياب وحمزة عيلي وما إلى ذلك. كانت التحديات كثيرة ومرهقة للغاية، وكان لدينا تحدي في الالتزام لأن الكثير من الأعمال لم تصل إلى الجزء الرابع، لكنني واثق من أن هذا الاجتهاد سيحقق نجاح كبير على مدار الأجزاء الأربعة. واتكلم كمان حمادة هلال عن مشاركة ابنه في المسلسل، وقال: كنت بحاجة إلى شخص في سن 18 أو 19 عام في المسلسل، ثم فاجئني أنه قرأ المسلسل بدون علمي وعبر عن رغبته في أداء هذا الدور ورفضته وكان محبط، وأخبرته أن ما عندناش وسائط